السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي البنات، فيديو جديد على القناة. كيف ما كتشوفوا موضة خريف وشتاء 2023-2024 بالنسبة للملابس محجبات، ملابس تركية كيف ما كتلاحظوا معايا. كاين هذا الموديل، هذا اللي كيجي فستان كيجي قصير، فيه الألوان كيف ما كتشوفوا الموف مع الأسود، كاين الزيتي، وكاين كذلك هذا الموديل، هذا شوميز اللي كتجي هيدا طويلة، شوميز توب ديالها شتوي وكتجي هيدا بالألوان. كاين أكيد في هاد الفيديو هذا موديلات عديدة بالنسبة للفساتين لفصل الخريف والشتاء كيف ما كتشوفوا معايا. التوب ديالهم سخون ومزيون في اللبسة، فيهم هاد الالوان اللي كتشوفوا معايا البنات في الفيديو، فغتلقاو في هاد الفيديو هذا كذلك افكار عديده بالنسبه للفصاله وكذلك تنسيقات بالنسبه للالوان وقطع الملابس. فكنتمنينا الاعجاب ديالكم هاد الفيديو هذا ولا هاد التشكيله هذه اللي جبت لكم اليوم. فكنحاول دائما انني نقترح عليكم الجديد، فكنجيب لكم دائما الجديد فيما يخص هاد النوعيه ديال الملابس. فاللي عجبوها هاد الموديلات هادو ما تنساوش البنات تخليوا لي لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الصديقات ديالكم باش حتى هما ياخذوا افكار على اللي دارج على الموضه بالنسبه لهاد النوعيه ديال الملابس وموضة محجبات بصفة عامة. فمرحبا بالبنات اللي انضموا لينا جدادات، وكذلك مرحبا بالبنات اللي كانوا معنا من قبل. شكرا لكم على الدعم ديالكم وعلى اللايكات ديالكم. فالبنات اللي بغات توصل بالجديد ما عليها غير انها تنضم للقناة وتفعل الجرس الاختيار الاول الى بغات توصل بكل فيديو يوميا. فمرحبا بكم البنات كاملين. كيف ما كتشوفوا معايا كاين هاد الموديلات الراقيه للمحجبات، كيجيو مستورين وكلاس في اللبسه كيف ما كتشوفوا اكيد في الفيديو. فكاين هاد الموديل هذا لونسومبل كيف ما كتشوفوا كيجي كلاس في اللبسه، فيه الالوان وفيه كذلك هذا الازرق ملكي. كاين كذلك معاطف شتويه، كيجيو بالحزام كيف ما كتشوفوا، كاين هذا البيج وكاين هذا الماغو مغلوق، كيجيو الصراحه روعه في اللبسه كيف ما كتشوفوا، كيف ما واضح لكم في الفيديو. وفيهم اكيد هذا الرمادي مغلوق نسقته هنايا مع السروال ديال الجين، كيجي مستور واكيد زيتي كيف ما كتشوفوا، كيجي رائع في اللبسه ديالو. بالنسبه للالوان فكيلعبوا دور مهم في اللبسه كيفاش كطلع كيف ما كيبان لكم هنايا. هاد لونسومبل للمحجبات كيجي واسعين وطوالين وشي حاجه انيقه في اللبسه البنات كيف ما كتشوفوا معايا، راه كلشي واضح لكم في الفيديو. كاين فيهم هاد الكري. بالنسبه لهاد الموديلات هادو حتى هما للمحجبات، يمكن لكم انكم تنسقوهم مع الفساتين كيف ما يمكن لكم انكم تنسقوهم مع السروال كيف ما كتشوفوا هنايا في هاد التنسيقه هادي مع السروال في اللون الاسود. وكاين كذلك هاد النوعيه ديال الخراسه اللي كيجيو مفتوحين على شكل ريبيكا طويله ولا كارديجان كيف ما كتشوفوا معايا، فيهم هاد البيج مفتوح، فيهم الغوز ماغو مغلق، وفيهم حتى اللون الاسود. كذلك كاين هاد الموديل هذا في الماغو مغلق كيف ما كتشوفوا، السري ديالها في الاورانج، كيجي الموديل مختلف، السري كيجي على برا كيف ما كتلاحظوا وكيجي بجياب، فيهم هاد البيج مفتوح
وكاين كذلك هاد النوعيه ديال لي شوميز اللي كيكونوا مطلوبين بزاف البنات بالنسبه للمحجبات، فكيكونوا هيدا طوالين وفيهم جوج لوينات، كل موديل فيه ثلاثه ديال اللوينات عفوا، الابيض والكري والاسود. كاين كذلك فيهم هاد اللون هذا كيف ما كتلاحظوا معايا، وكاين فيهم هاد الابيض مع الاخضر مفتوح، هذا يمكن لكم انكم تنسقوه مع السروال في اللون الابيض يجي احسن. بالنسبه للفساتين كاين هاد الموديل هذا اللي كيجي كلوش من تحت، والفصاله ديالو على الصدر كتجي على هاد الشكل هذا، كتجي بالتكريش على الكتاف وكتجي طايحه على الصدر كيف ما كتشوفوا الفصاله ديالها. بالنسبه للكمام كيجيو عراض على الدوره ديال الكتف، وكيجيو مجموعين على الراس ديالكم كيف ما كتشوفوا معايا. موديل جديد، موديل مختلف. كاين كذلك هاد الموديل هذا ولا هاد التنسيقه هادي كيف ما كتشوفوا، الابيض مع الماغوم مغلوق، وهنايا كيف ما كيبان لكم مع الكراميل، يعني اللون كيجي مفتوح واللون الابيض كيتمشى مع جميع الالوان. بالنسبه لهذا الموديل في بلو مارين حتى هو نسقته مع اللون الابيض، وكاين اكيد اللون الاسود. بالنسبه للملابس الرياضيه، ملابس سبور للمحجبات وكذلك لغير المحجبات، كاين هاد الموديل هذا اللي كيجي في الموف وفيه كذلك الابيض والزيتي، كيجي صراحه رائع في اللبسه، وفيه حتى هاد اللون الاخضر مع الجري. فكيف ما كتشوفوا معايا السروال الفصاله ديالو كتجي عاديه. بالنسبه للمعاطف الشتويه كاين هاد الموديل هذا في الماغو مغلوق مع الاسود، وكاين هاد لونسومبل اللي كيجي كلاس في اللبسه البنات كيف ما كيبان لكم في الفيديو، كيجي روعه في اللبسه. بالنسبه لهذا الموديل حتى هو نوعيه ديال المعاطف الشتويه اللي كتجي هيدا شويه قصيره، هادو كيجيو طوالين، هادو كيجيو صراحه كلاس البنات كيف ما كتشوفوا معايا. واكيد كاين هاد الموديل هذا حتى هو الفصل الخريف كيف ما كتشوفوا، نوعت لكم في الفيديو باش كل وحده يعني تاخذ افكار خصوصا على الفصاله ولا على الموديلات ككل. فكيف ما كتشوفوا كاين هاد لونسومبل حتى هو كيجي سبور، يمكن لكم انكم تلبسوه كلاس بحال هاد الموديل هذا كيف ما كتشوفوا معايا في هاد الصور. هادو كاين اكيد موديلات متنوعه. فهنا يا حبيباتي غنكون وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. مع السلامه، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.